اسمع يا جابر، الواد اللي معانا ورا ده هتهولي في الكاميرا، ارجع لي تاني. الواد ده عنده 3 سنين. الواد ده لازم نهدد ابوه بفلوس، نقول له هات 10,000 جنيه يا اما هنرجعهولك متقطع. هاتهولي في الكاميرا، ارجع. هاتهولي تاني، قرب لي على وشه، ارجع. الواد ده فكرك نموته ازاي؟ هنتوهه في السويس حقل متفجرات، هتقول له خش جوه زي رشدي اباظه هات الصفيحه اللي هناك دي. الواد هيروح يجيب الصفيحه هيتفجر. بس الكلام ده بعد ما نكلم ابوه. هاتهولي تاني، ارجع يا كلب، افصل.